بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمل عطية، مبسوطة إني ببقى معاكم كل شهر. في حاجة بنعملها إحنا والدارين زي ما قلنا، بحيث إن نفرق، يمكن نكون سبب في تفريق قرب عن مؤمن إن شاء الله. طيب، محاضرتها إيه بالنسبة للناس الجديدة؟ طبعا النهاردة العدد مش كتير، ممكن يزيد بعد كده، بس عامة يعني دي حاجة فرصة بحيث نتكلم في المشاكل براحتنا، يعني مش هنبقى مضغوطين زي كل أسبوع ده زي كل شهر. المحاضرة فكرتها هي محاضرة شهرية بنتكلم فيها عنكم أنتوا، بنتكلم فيها سوا كأصحاب، يعني نبدأ نفكر بطريقة علمية بسيطة قوي، يعني مش هنبقى الكلام كبير، يعني هيبقى الكلام بسيط قوي شبهنا كده، بحيث نشوف حل للمشكلة دي، أو مش حل، رؤوس أقلام للحل، لأن يعني أكيد المشكلة لو كبيرة مش هنلاقي لها حل بسهولة. فتفضلوا اول حد عنده مشكله يتفضل يكتب. طبعا اللي عنده مشكله عاطفيه يكتبها، بس انا ما كنتش عايزه احدد المحاضره دي تبقى عنده مشكله عاطفيه، مش عارف ايا كانت المشكله يكتبها. وانت المشكله اتكتبت، خلاص بنوقف كتابه خالص لحد ما نخلص حل المشكله والمشكله اللي بعدها. فالاسهل بقى انك تكتب مشكلتك، واول ما نقول المشكله اللي بعدها تدوس انتر على طول. تمام كده؟ اتفضلوا، أول مشكلة عندنا اتفضلوا. بنبدأ نحلها بسرعة عاملة شوية، بس بسيطة مبسطة جدا. بنتكلم زي ما بقول لكم دايما كأننا صحاب قاعدين، بس بشكل علمي، يعني بنبدأ نحدد، يعني خلينا نقول في المحاضرة أكتر من إن إحنا بنحل، إحنا بنقدر نحدد فين أصل المشكلة. بنكبر المشكلة ونخليها تبقى مشكلة كبيرة، ونخليها يعني واخدة كتير من وقتنا. إيه السبب؟ ممكن نحط ايدينا على السبب اكتر، ندي شويه حلول، محتاجه طبعا استمراريه، لان ساعه اكيد المحاضره مش هتكفي ان احنا ندي حل المشكله دي بقى لها مثلا فتره سنتين ثلاثه. تمام؟ استاذه صفيه هشام، ممكن تكلميني على المسج على الفيسبوك؟ لان انا مش عارفه افتح المسج. الدعم الفني، فاهم ايه دلوقتي ان نكتب كل واحد جاوبت مشكلتي، بس اول ما تظهر مشكله، المشكله هتظهر، بس تكتب المشكله، ما حدش يكتب تاني عشان ما تبعدش، يعني المشكله ما تبعدش، ما اعرفش اقراها فبضطر اكتبها. فتفضلوا اول مشكله، اخر حاجه قلناها مستنيه اول مشكله ان شاء الله لاي حد فيه يكتب جاوب عليها. اتفضل، بس اهم حاجه الكتابه تكون سريعه، واللي عنده النت بريء يعمل الحساب ده، يعمل يعني على ما توصل الرساله، يعمل فرق الوقت ده. طيب دلوقتي ميرو كتبت مشكلتها، فمحدش يكتب تاني دلوقتي، نستنى نجاوب عليها. مش عارفه ايه الكبيره، مفيش نقطه تاني. انا لقيت كبرى وليا اخويا اصغر مني، الامام البنت الوحيده، اتجوزت وعندي 4 سنين، وجرت وانا صغيره تدبير اخواتي عليا، مع اني الوحيده لم اتجنى الابناء، عندما اخت اعاقب لانني الكبيره، واذا اخطا ايه تكملي؟ دي بقى المشكله. اذا حد من اخواتي الظلم ما بيتعاقبش، انت بس بتتعاقب. طيب انا مش شايفه دي المشكله، يعني انت خلاص اتجوزتي وسبت البيت، هل ده عايزه تقولي مأثر عليكي نفسيا دلوقتي مثلا في تربيه ولادك او علاقتك مع جوزك او ايا كان، يعني هتقولي ده؟ ويا ريت لو حد من الدعم يبعت لي اللينك بتاع المدربين على صفحتي على مسج، عشان في ناس بعت لي انها عايزه اللينك مش عارفه تدخل ازاي. بعد اذنك يعني ابعتوا لي على مسج على صفحتي، معلش الدعم انا بتعبي معايا. مين بتكمل مشكلتها؟ بتقول ان منها يعني بتقول ثواني ان الابن الكبرى اخطا، ابني عندما أختي أعاقب لأنني الكبرى، فإذا أخطأ إذا أخطأ أستحمل لأنه الصغار أخواتي وأنا الكبيرة، مع أن كانت السن لا يتجاوز السنتين والآخر 6 سنوات، إن شاركت معهم بحبة. بتقول إن هما بيتكلموا معايا بأسلوب سيء، هم الصغار كبري عقلك ولزمني هذا الإحساس بالسهرة الدينية وأثر على صحتي.
علاقتنا مع المسيحيين ونحن الكبار في الإيران نتيجة لهذا. كملي يا كملي يمكن محاضرة المتدربين عشان مع الدين بعتولي الله تعطيني نفس الجانبي بعدين. أنا كملي يا ميرا أنا خلاص فهمت يعني فهمت سيطة فهمت. فحاليا انت يعني مشكلتكم يدون اللي اثر عليا طبعا على هذا الخطا في التربيه واستمرت التفرقه جزء من حياتي لحد ما كبرت واتجوزت. اشعر ماما الثاني والتغاضي عن الهوايات وارى سوء المعامله معي ومع ابنائي واكثر فضلي كثيره من الاحيان واحيانا بعد كثره الضغط هي بعد كده الضغط نفس صارت وكده يا خالي وزير. انت قصدك يا ميرو ميرو بصي يعني بعد اذنك انا عايزاك بس تختصري لي المشكله لانها كبيره قوي يعني الكلام كتير ممكن تختصر يعني. اولادي اذا اتصرفوا يتم الصراخ قصدك من اهلك يعني من اهلك هتحرضهم على ربهم وفين ان اولاد الاخو اخطائهم مقبول بل يتم تعنيف اخواني اذا عاقبوهم. استطعت بفضل الله على الرغم من الضغوط ان اكره اخواتي واحفظك العلاقه ومع اولادهم احاول اتناسى ولكن كل فتره يتجدد الموقف في عادي كمان يعني. اوكي انا فهمت الصوره من اول ما قلتيها عشان كده قلت لك يعني برافو عليكي ان انت ما استسلمتيش ده وعرفتي تنجحي. طبعا انا ما بنكرش ابدا ان في جهل تربوي فظيع في الموضوع وده منتشر للاسف في الاجيال القديمه يعني دلوقتي بقى الوعي التربوي اكتر بالنسبه لنا احنا في اجيال جديده ان طبعا النت والحاجات يعني العالم بتاعنا مختلف عن زمان. زمان لازم الواحد مثقف لازم تبقى يعني هم برضه منظمين بس هم في الاخر كانوا يعني معذورين عادات وتقاليد مش من عذرهم. الايجابي في الموضوع ان انت برافو عليكي ما قدرتيش ان انت تسلمي ده وعرفتي تنجحي وعدي صف حب لسه ما لقيتيش حقوده ولا اي حاجه ولا كرهت حاجه. الاول هو انت معاهم في نفس البيت؟ معاهم في نفس البيت؟ لا طيب اولا يعني احنا ممكن يكون الموضوع بسيط يعني نتكلم بقى على الاجيال الجديده اللي فات فات وانت برافو عليكي عارفه تتخلصي من الموضوع ده. ما بنكرش طبعا انه غلط بس كان غلط بس خلاص فات يعني ما عنديش شك ان هم بيحبوكي ما عنديش شك ان امك بتحبك. اهم نقطه بقى اللي انا اتكلمت فيها ان انت ماشي الستات لما تنزلي بتبقي شغل ممكن تقعدي في بيتك برضه مش مضطره انك تقعدي معاهم يعني اصلا كده كده حتى لو ده مش موجود الاخت يعني الولاد وكده بيعمل مشاكل الولاد ما بتزعلش من بعض بيبدا الكبار هم اللي يزعلوا دي حاجه عاديه احنا عارفينها كلنا خاصه بقى لما يبقى في اصلا نفوس شايله فبتبدا الموضوع يكبر يعني ياخد اكبر من حجمه. فانت اولا اهم نقطه لازم فيها بقى من الناحيه النفسيه ان ما يكونش القهر ده بتكون على المدمنتين فالقهر ده يستمر معاكي حتى بعد ان تبدأي ان يحصل ان يحصل ان ان تكلمي ان انت مثلا جوزك يغلط فيك فتسكتي لانك اتعودتي انك تسكتي. فخلي بالك دي حاجه مهمه قوي لازم تاخدي بالك منها. انا لو الموضوع متوقف على اهلك واولادك والكلام ده فانا شايفه ان هو على اهل على اهلك بس بعيد عن جوجل. فانا شايفه انه مش مشكله كبيره خلاص انت خرجتي من البيت اوريدي فيتجدد المواقف دي معناته ان انت شايلاها جواكي ومش هتنسيها. فانا برضه شايفه ان مفيش داعي ادام اوريدي ما اثرتش هي ما اثرتش عليكي في حاجه انت نجحتي في شغلك وناجحه في جوازك الحمد لله مستقره خلاص خلاص ايوه انت جاتك بالعكس بقى جاتك بالعكس انك مع جوزك مش هتهدمي حقك. فهمتيني؟ المواقف المتجدده ابداي اتكلمي بقى ابداي خدي موقف يجاوب ليه؟ طب انا ورا حب ابداي خدي يعني حب جابني ليكي على اني على اني ان انت لو عملتي موقف هكرهك لازم تبداي متنازله عشان ما تكرهكيش. انا عايزاكي دلوقتي تتكلمي اول حاجه تهدي كده شويه المشكله اتكلمي زعلوا زعلوا المشكله هما مش قالوا ما يزعلوش بس انا عايزك تهدي شويه لان الموضوع مأثر عليكي شويه ونتكلم بالعقل
الأول أنا اتعودت عليكي إن كل مثلا ما يضربك أنت ما تاخديش نار، وأنا إنسان كويس جدا وطيب وكل حاجة كويسة، بس أنا خلينا نقول عليكي أنت عندك ولدين، ولد بتضربيه بيجي يقول ما بيتكلمش، ولد تاني لما حق بتتضايقي أنت كأم بتعملي حساب مين؟ ولد بيعترض طول الوقت، ولد بيوافق على كل الاكل اللي انت بتقدميه، وانت بتعملي الاكل، هل بتعملي حساب الولد اللي بياكل كويس كل حاجه، ولا ما بياكلش وبيتامر على الاكل اللي بياخد حقه؟ طبيعه بشريه. فانت دلوقتي بقولك ما كنتيش بتاخدي حقك ابدا، ولا بتاخدي حقك، ما بقاش تعمل حسابك ولا حساب ولادك، وعارفين انك هترضي. ما بقاش اعملي مشكله. ابدأي اتكلمي، خدي مواقف، يعني مثلا لو الموقف مستدعي انت ممكن تكوني حد من الناس اللي بتزعل قوي، يعني حاجات بسيطه، يعني يكون الموضوع كله انت مكبره الموضوع. انا بقول لو الموضوع كبير، يعني الموضوع مثلا اهانه الاطفال مثلا مش مبرره، من خوفك من لا هو خوفك من زعلهم، ايوه هو المشكله من ناحيه ايه؟ من ناحيتهم هم عارفين انك ما بتستحمليش، بتعملي حساب لزعلهم. يديك انت قلت انت ام عندك ولدين، هتعملي حساب البني ادم اللي جاتك دي طبيعي. فانت دلوقتي مطلوب منك الموضوع ان شاء الله بسيط جدا، ما فيهوش اي حاجه، ما تكبرهوش. اول حاجه انت عندك شغل فاتحه فيه، اشغلي نفسك بيه، ما تحاوليش تحتكي قوي، يعني ما تقدريش تروحي تقعدي بالايام، يعني ورا يوم كده تحس بايه، ما تحصلش مشاكل. بس بعدين لو حصل حاجه ابداي اتكلمي مع امك، قولي لها انا بتضايق من كذا وما ينصحش كذا، بهدوء خالص بقى احضر ثواني هتخلص ايه مع اخوات، ابداي اتكلمي معاهم، ابداي اتناقشي ان هم المفروض يعني ده بيزعلني وانا ما برضاش بعمل حساب يزعلكم من فضلكم، يعني الكلام بسيط خالص عايشي، وفي نفس الوقت ما تبقيش عامله حساب زعلهم زياده عن اللزوم، لان بيحصل بعد كده ان انت بتبقي ضعيفه. فخلاص انت كده اللي عملتي كده في نفسك، برضه ما بقولش تعملي مشكله. تمام يا ميرو، في الاول المقاومه بتاعتك دي في الاول هتتقابل بايه ده؟ إيه بدات تعترض؟ ده البشر بيعمل كده، ايه ده؟ ده اتغيرت. لا لو حد قال لك اتغيرتي، لا انا ما اتغيرتش، بس كده كفايه. انا زمان كنت بستحمل عشان انتوا اهلي، انما انا ولادي مثلا بتقعدوا على القهوه في منهم، فكده انا هزعل ومش هاجي تاني. ابداي خدي مواقف يعني شويه بشويه، بس مواقف مش زعلانه، شوية بشوية هتعودي والموضوع هيتحل بسيط جدا. الحمد لله ان الاساس موجود، ربنا على صالح، وزوج في نفس الوقت انتبهي ان احساس القهر اللي مستمر معاك طول الحياه يبدا، ما هو انا قلت يا اما هتتعودي انك تبقي مقهوره حتى مع زوجك، او انه يعمل العكس اللي هو حاصل لك، انك ما تسكتيلوش وتقفلي على الواحده عشان ما يكررش. حرام تفقد التجربه قبل كده، بالعكس انت تقدريه وتكبريه، اللي هو ما بقاش زي الناس زمان، زي اللي كنت عايشه معاهم زمان. وبرضه تعرفي اللي هيبدا يهديكي ان انت تعرفي ان الام والاب ما بيكرهوش، كل الموضوع جهل تربوي. ابدا انا بقى اتكلم ان ده مش هينفع يتكرر مع اولادي، يعني ده حصل معايا الموضوع ده، المهم خروجي من دايره المشكله واتفرجي عليها من فوق. فالقهر اللي جواكي والحزن ده تمام ميرو كده. خلاص عندك سؤال؟ صدقني يا زهرة مستنياكي. يعني ايه اتفادى المشاكل العاطفية؟ يعني ايه مشكلة عاطفية الأول؟ يعني هوضحي أكتر. لو حد عنده مشكلة يا ريت يجهزها عشان بس ما نطولش، ما نضيعش الوقت. دي ناس أذوقة مشاعرك، ماشي ايه كمان؟ الناس اللي احنا بنحل يعني بياخدوا حل المشكلة ده من فضلكم، يعني اتمنى ان انتوا ما تخرجوش، لان ممكن ان احنا يعني حل مشكله ثانيه خالص بعيده عنك ممكن تفيدك في مشكلتك نفسها، فانت بتستفيد. اذا طيب هي مشكله في ناس ازواج مشاعرها كلام سيء جدا، هو قال خطيبي والكلام ده تاثيره وصل لفين؟ يعني هم قالوا لك اهانوكي انت ولا اتكلموا عليكي من وراك؟
من وراكي. طب وانتي واثقة من اللي وصلوا لك الكلام؟ انت عندي كام سنة يا زهرة الأول؟ عندي كام سنة؟ 30 سنة. هو خطيبك يعني؟ ولا حد زميلك في الشغل؟ زميلي في الشغل. طيب اولا يعني انا ان يبقى عندنا قاعده ده. انا بالنسبه لي حكايه ان انا ارتبط بزميلي او ارتبط بحد علاقه يعني مش تحت النور، يعني مش الناس عارفاها والكلام ده، والاهل يعني حاجه مشهوره يعني قارين فاتحه ايا كانت رسميه، بالنسبه لي مرفوضه تماما. بالنسبه لي هي مرفوضه تماما. هي دي بتبقى نهايتها في الاخر، لان ظاهره. بص ساعات برضو دايما بحب اكرر في كل محاضره ان ساعات الكلام اللي هنقوله بيوجع لصاحب المشكله، بس انتوا هتتقبلوا مني الكلام اللي بيوجع لان انتوا عارفين نيتي في ان انا عايزه احل المشكله مش قصدي اوجع. فلازم ناخد بالنا من الكلام ده. ليه؟ من اي علاقه لازم نعرف بقى اصل المشكله من الاول كانت ايه؟ نهايه اي علاقه يعني مش نفسيه لازم تبقى مأساة، أو تبقى تأثيرها النفسي قوي جدا جدا على البني آدم، لأن إيه؟ يتق الله ويجعل له مخرج. أنا دلوقتي ما اتقيتش ربنا فمش هيحصل لي، العكس بقى هنعكسها، ما اتقيتش الله وطبعا أو مثلا العلاقة بين الراجل والست إن يحبوا بعض دي حاجه فطر ولا توعدونا سرا. فالعكس بقى انا ما اتقيتش الله مثلا من باب ان انا استسلمت غصب عني مشاعري وسلمت بيها، لان بس ده المفروض القاعده ان الشيطان ما بيجيش مره واحده، ما بيجيش يقول لي تعالى مره واحده اعمل مثلا الحاجه المعصيه دي. التدريب وكل واحد على حسب قوه ايمانه، يعني بيخش له مش هيسيبنا، بيخش له من مدخل شبهه يعني مش هيعرف يضحك كويس. فانا بس عندي خلتين بسرعه دلوقتي بعيد عن مشكله الزهره بسرعه. فانا ببدا اقول زميلي عجبني او زميلتي عجبتني، فبستسهل فانا بستسهل هي بتقول ان هي وضحت ان ده غلط لكن مصر على الخطا، قصدي غلط العلاقه من الاول يعني ولا غلط انه يتكلم. هو لو انت قصدك توضحي وتاخدي يعني ساعات بالنسبه للبنات ان ممكن يكون سن الزواج في مصر مثلا او في بلد عربي او كذا، بالنسبه لهم سن الزواج كده بدات تتاخر، فبيحصل لها احساس ايه؟ ممكن يعني يكون انا اخاف ان فرصه بالنسبه لي. ساعات ده بيحصل، ده احساس طبيعي جدا من بني ادمين. تقوى الله بقى بتفيد في ايه ساعتها؟ ان ايه؟ ان الرزق ده مكتوب من وانا في بطن امي. كلام بسيط خالص. ليه انا افكر في حاجه قدام؟ وعليكم السلام يا نور. ليه افكر في حاجه لسه قدامي؟ انا اتقي الله والله يرحم النصيب يجي يخبط على بابي. مش النصيب اتكلم عليك من وراكي فظلمك. امي هتعظمي، مش لان الظلم ده الظالم لازم تبقى عندك القناعه دي، القناعه دي هتديكي قوه مش هتخليكي حزينه. انت حزينه على صعيدين زي ما بيقولوا، حزينه لانك انت بتحب البني ادم ده فتوجعتي قوي، فموجوعه منه يعني موجوعه لان انت كنت يعني طبيعي واحده سابت حد موجوعه. تاني حاجه انك اتظلمتي، فالاثنين وجعه جامده جدا. فالوجعه اللي هي فيها ظلم ده انت عارفه شخصيه كتيره جدا جدا، يعني اتجارب شخصيه وتجارب لناس حقيقيين. الظلم ده لازم تشوفيه، بصي رباعي 30 سنه هتشوفي ده وتعرفي انك اول حاجه تتوبي الى الله، لان انت اللي بتعمليه ده حرام، صح ولا غلط؟ يعني انا ما بقولش انك تعملي حاجه وحشه، انك تعرفي حد بدون علاقه رسميه ده حرام، اكيد اكيد ده حاجه معروفه للناس كلها. ممكن نبقى عارفين انه حرام بس غصب عننا بسبب اي ظروف نستسلم. فانا اعرف ربنا عمل كده ليكي احسن ما كنت اتجوزتيه وبقى اسمك مطلقه مثلا، وراجل ما بيخافش ربنا اذا خاطم فجر وحافظت عليكي، فكان زمانك بعتي اكتر
منه، كنت اتجوزتيه ومات مثلا فبقيتي ارمله، ما تعرفيش الخير تاني. فساعات بتحسي ان خلاص الدنيا وقفت، اعرفي ان الدنيا ما توقفش على حد يا زهره، ربنا انقذك انه عارف كويسه. عشان كده انت كنت في الموضوع، وانا متاكده ان الكلام ده هيأثر في حاجه جديده خالص بعد ما هتكلم معاكي. الوجع مش سهل، اكيد مش سهله. برافو عليك يا صفيه، من ترك شيئا الله عوضه الله خيرا منه. اللي بنقوله ده يا زهره، من ترك شيئا الله عوضه الله خيرا منه، حسيه يعني اقتنع بيه، غذي بيه الباطن. فاول ما تلاقي نفسك حزينه تقولي لنفسك ايه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من يتق الله يجعله مخرجا. تلاقي الكلام ده بيقويك، لو عقلك الباطن ما بقت قناعه، ما بقت قناعه خلاص انت يعني يهينك. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني الموضوع ما زال مستمر، انت لسه معاه يعني ما سبتوش بعض، بس هو بيبين لك كلام، قصدي هو معاك نفس المكتب في واحد يعني. خلاص انا شايفه، انا لو يعني انا لو مكانك هعمل ايه؟ وشايفه ان انت ما ينفعش تعملي غير كده. ايوه ما تسمحيش لاي كلام يوصل. وعليكم السلام يا ولد. مش اولا انا بقصد بقى حاجتك النفسيه، انت تبقي نفسك تسمعي، تعرفي يقول عليك ايه اللي تبقي مقرره اني مش هسمع، بس غصب عنك الفضول لما حد بيجي في كل شيء بيفكرك بيه. اوكي ماشي، بس نورا مش سامعه، في حد تاني مش سامع؟ في حد تاني عنده مش سامع؟ انا بعرف اعرف فرنسي يا ستي، ما تسمعيش عشان في ناس ممكن العربي يخليهم ابطا يعني. انت يا زهره دلوقتي زي ما اتفقنا الصوت مظبوط للكل. وصحت الصوت مظبوط للكل خلاص. طيب عمليه فيش الصفحه الجنسيه بتقول لك تمام. المشكله عندك انت بس يا نور. فانت يا زهره زي ما قلنا تتركيها كمان داخليا، الاثر النفسي اللي بيسيبه بعد علاقه يعني من ارتبط بواحد او كذا تبقى تاثيرها نفسي عليك. بس اول حاجه ارجوكي ما تسمعيش اي كلام يتقال. ارفضي يعني انت ارفضي اي حاجه بتسمعيها، اسمعيها خلاص. لو ينفع تغيري الشغل يا ريت، دي حاجه تبقى كويسه قوي. ما كانش وانت في مكتب واحد، حاولي تشوفي مديرك او حاجه يفصل عن المكتب ده. طيب يعني الحمد لله المشكلة بدأت تتحل شوية شوية، بس لازم تعرفي إن أثرها النفسي هيقعد شوية، فتحملي تأثيرها النفسي ده شوية، وجع ده شوية، خليكي قوية. اعتبري يا ستي إن بعد الشر كنت مخطوبة له وبات، اعتبريه كده، مات هتعرفي ترجعيه. فأنت خلاص بس أهم نقطة ما تسمحيش لأي حد يكلمك. ابدأي اقري كتير عن الأحاديث اللي بتتكلم عن الصبر والحاجات دي، هتلاقي نفسك ان شاء الله بقيتي كويسه جدا. تمام كده تمام. كده يا زهرة. زهرة. تمام، ما عندك سؤال تاني؟ يلا اللي عنده مشكلة تانية يكتبها لو سمحت يا جماعة. عندك سؤال؟ نعم مش اللي عنده. اللي عنده مشكلة يا جماعة يكتبها بعد إذنكم، عشان بس الوقت بيجري. أنا خايفة الحقيقة النت يفصل يعني. كمان يا زهرة اطلب مني الطلب واصبي على الحمد لله كنت واصبي على الصلاة. واصبي على الصلاة يعني ايه؟ يعني ما ينفعش الصلوات على بعض، ما بتصليش صلي، بتصلي الاذان يقول الله اكبر تقول الصلاة.
ما تنسيش ان الدعاء بين الاذان والاقامه، لا الدعاء بين الاذان والاقامه دعوه مستجابه، واكثر ما يتلان الحديث اكثر ما يكون العبد قريب الى الله وهو ساجد. انا وانا ساجد ابدا ان انا ادعي ربنا بكل اللي نفسي فيه، اللهم اعذرني في مصيبتي، بس مش اكتر. تمام يا جماعه، ان شاء الله ربنا معاكي، وان شاء الله قريب قوي يعني تعرفي ان اللي حصل ده اي مشكله بتحصل في حياتنا وقت المشكله بنقعد نقول اشمعنى احنا؟ اشمعنى انا مثلا اللي ما بقولش لحد دلوقتي يقول لك انا كذا، البني ادم تفكيره كده، بيجي فتره لما المشكله تروح والوضع يتغير لان مفيش وضع ثابت، يقول لنفسه بجد يعني كانت لازم تحصل المشكله دي في حياتي عشان هتغير من حال حياتي كلها. تفكيري كله، يعني انا مثلا اتغيرت من وضع لوضع، من وضع لوضع مختلف تماما بسبب مشكله. بس دلوقتي المشكله عمال افكر ازاي حصلت لي، ازاي تحصل لي؟ لا دلوقتي انا بقول لك لازم تحصل المشكله دي في حياتي عشان اتغير. برافو عليك يا رأي يا زهرة، والرضا ده لوحده يعني لوحده ربنا لما الاقي بني ادم راضي شاكر وحامد في السراء والضراء ولئن شكرتم لأزيدنكم او زيدك النعم. يبقى انا فكرت الحاجات الكويسه اللي عندي ان شاء الله، يعني انا متاكده ان قدام هيكون احسن باذن الله. اتفضلي يا سؤالي العادي، الناس اللي داخله متاخر احنا بنتكلم عن مشاكلكم انتوا، فاي حد عنده مشكله بنبدا نحدد له اساس المشكله فين او بنحلها لو هي بسيطه زي المشاكل اللي جت دي الحمد لله بسيطه وان شاء الله هتتحل، فبنعرف نجاوب عليها باستفاضه يعني بالحق. في مشاكل هتتعرض مثلا او حاجه ممكن حد يعرض عليها حاجه واقول له مش هينفع اجاوب عليك هنا، ما بقاش نافع اونلاين خالص. انا محتاجه اسال اسئله مثلا. اتفضل السؤال اللي بعده. تمام يعني هو الستر مش هتبقى في مكتب ثلاثة وين الستر مشكلة. أنا مثلا أستاذ ربنا يكرمك، أنا يونس مغربي عايش في فرنسا، أبي يسلم المرء من الصلاة كيف أتعامل معه. يونس قول لي إيه هي؟ أنت أول حاجة عندك كام سنة؟ يعني أنت طالب أو كده يعني لسه تحت طوق أبوك أو تقدر تخرج من دول يعني ماديا، بتكلم ماديا هو بيصرف عليك ولا أنت بتصرف على نفسك؟ ايه انا مش شايفه مش فاهمه الكلام. تو انس يعني ايه؟ بص المغربي حاول تخليه بصفحه احسن ان اللغه مش بتكون صعب عليا. بنسمع بيها شكلها ايه؟ تاني حاجه قدامي 20 سنه اوكي يعني اتخرجت لو فرنسا لو جاي اتخرجت يعني اتخرجت من الجامعه. اتمنى تكون اللغه سهله بالنسبه لك. بالمناسبة الناس اللي داخلة متأخر، أنا مدربة تنمية بشرية متخصصة في تنمية الذات والإرشاد الأسري، يعني لو عندك مشكلة في تنمية ذاتك في إنك تطور من نفسك لحد ما يقول لك بس هقول لكم الكلام ده، بنطور من نفسي خطط لحياتك إزاي مش عارف تحددها، أوكي ماشي ده تخصصي، أو إرشاد أسري علاقات بقى عاطفية أو علاقة بين الزوجين أو تربية الأبناء أو شديد جدا شديد جدا، وأسوتك في كده طبعا سيدنا إبراهيم أسوتك ان شاء الله ابوك مسلم ورجل تعينه بالهدايه من غير ان انت تشوف قصه سيدنا ابراهيم مع الفارق طبعا ان ابوك مسلم يعني عنده اكيد خلفيه مسلمه بس ممكن يكون بسبب البيئه اللي عاش فيها بسبب ما اتعودش مسلم عاصي ربنا يهديه ان شاء الله بس لحد ما ربنا يهديه ان ذهبت للمسجد بحربك طيب انا انت يعني انا مش شايفه مثلا يضربك او يعني ايا كان اسباب المنع عشان انت شايف المشكله عندك العربي في مشكله فانت دلوقتي مطلوب منك الصبر طبعا والدعاء دي كده اساسي وتعرف ان الابتلاء ده ربنا لما بعته لك عارف ان ايمانك هيتحمل الابتلاء ده ان ايمانك قوي الحمد لله. اهم حاجه تثبت على الصلاه ما تخليش الشيطان يدخل لك المداخل. طب ايه المشكلة لما اصليش او مشكلة مثلا لما اصلي من وراء اثبت انك على حق. ورغم كده عليه وكده برضو ثواني بتقول ايه؟ لا اضربني يخاف من القانون. طب حلو قوي يعني كنت لسه هقول لك انت في بلد الحمد لله ان انت في بلد غربي فما يقدرش يعمل اي حاجة. فالموضوع كله اساءة معنوية تحتسبها عند الله بتاخد عليها اجر عظيم جدا لان دلوقتي البر صعوبته مش عشان ابويا يبقى كويس فانا ابره. البر بالصعب يعني صعوبته اكتر
لما يبقى ابويا مش كويس انا مطلوب مني ابره، فبيبقى الاجر مضاعف، اللي هو ده البر الحقيقي. خلاص. وبعدين سيدنا ابراهيم مش هيبقى اكتر من، يعني مش هيبقى زي اجر ابو سيدنا ابراهيم عليه السلام، اللي هو ساب ابنه يتحرق وساب يعني حاجات مشاكل، في رغم كده قال لك ايه، ساستغفر لك ربي. خلاص. طالما انت تدعي لابوك ان شاء الله بيت حد، وانت نبته طيبه ربنا بعتها له عشان يتوب، بس الصبر والثبات، وفي نفس الوقت ما تستسلمش ابدا لاي حاجه هو بيعملها، في نفس الوقت ما تستسلمش للاهالي اللي بتقتل تسهيله. انت ممكن وهو بيتكلم مثلا شكرا انا ان شاء الله ربنا يهديك، يعني ترمي له كلام ياثر فيه، ومهما كان ده ابوك فمهما كان بيبين اسوء هو جواه مش قاسي. يعني ممكن مثلا تشغل مثلا حاجه على اللابتوب، يتكلم على الصلاه هو يسمعها وياك. فشوفوا دي مشكله بقى يا جماعه، يعني دي مشكله، دي مشكله فعلا تاثيرها النفسي فظيع على البني ادم. يعني تخيل ابوك طول الوقت بتتهون عشان انت بتعبد ربنا، بس دي حلها خلاص، يعني حلها هل ان انا استسلم او ان انا اضغط اعصابي او كذا. خلاص انا بشوف طريقي، بشق طريقي وعارف مصلحتي فين، واعرف ان ده ابتلاء قوي، خلاص وادعي ربنا، ما عنديش حل تاني. يعني هي هو ده حلها، يعني المشكله دي حلها في ده بس. والحد بقى وربنا حاول بقى اشوف، مهم قوي يا استاذ يونس، شوف عوامل استقلالك المادي، تحس استقلالك المادي مثالي في الدول الاوروبيه، انت ممكن تخرج بره يعني تعيش في مكان تاني، تعيش في بيت تاني، تستقل عنه نوعا ما، ما تنساش بره في نفس الوقت. تمام. فانت نسيت اقول لك الحته دي، ركز في المسؤوليه، تستقل عنه ماديا بحيث انك ما تتعرضش لأهل البلد، متهيألي فرنسا. خليني أقول لكم كلمتين كده ممكن يفيدوكم إن شاء الله. أنا عايزة أعرف، يعني هذا تقريبا يعني معظم مشاكلنا بتندرج نحو، يعني بتندرج تحت كلمة واحدة اسمها إن المفروض إن أنا أتغير. أنا المشاكل اللي بتحصل لي مثلا، معظم المشاكل اللي بتحصل لنا نسبة كبيرة جدا لازم أتغير. لو اتغيرت، اتغيرت طريقة تفكيري، غيرت أسلوب حياتي، هبدأ بعد كده تتحل حل المشكلة دي. طيب أنا عرفت دلوقتي إن أنا لازم أتغير. طيب انا مثلا حد يجي يقول لي مثلا ايه، انا مشكلتي مثلا ان انا العاطفه عندي تمام. طيب انا مشكلتي مثلا في مشكله من المشاكل جات لي، ان انا مثلا عاطفيا ما بقدرش مثلا ان انا المشاكل اللي جات لي النهارده، عارفه ان المفروض اتغير، وعارفه ان المفروض ان انا ما اخليش حد يتحكم فيا، بس ما يهونش عليا مثلا ان انا ازعل حد. لا، انت في المرحله دي ماشي ومش المفروض ان، بس في مواقف ان انا لازم اتغير، لازم اتغير، لازم اخد رد فعل مختلف. اصل طول ما انا بتعامل بنفس الاسلوب مع المشكله ما انتظرش وبشتكي، ما بعملش حاجه غير اني بشتكي، اكيد المشكله مش هتتحل. لازم يكون في تغيير للاسلوب اللي عايش بيه عشان مشكلتي تتحل، او تبدا تاخد منحى اخر، او تبدا يحصل فيها انفراجه. يعني انا حصلت لي مشكله غصب عني زي مشكلتي دي، ملوش يد وملهاش حل غير ان انا ادعي والجا لربنا بالثبات والكلام ده. هو بقى يحلها ازاي؟ عن طريقه تفكير مختلفه، يعني ان انا ابدا اشوف مثلا عنه ازاي، ابعد عنه ازاي، بحيث ان انا اتجنبه ازاي، دماغي تروح في حته ثانيه، ما تفضلش مركزه طول الوقت ان هو بيهني ومش عايز اصلي. طيب انا دلوقتي اتاكدت ان انا لازم اتغير بنسبه 90% حل المشاكل بيبدا من كده، ان انا لازم اتغير. طب انا ليه مش بتغير؟ لازم اسال نفسي السؤال ده. هل لان انا مش عارف انا عايز ايه؟ يعني انا مش قادر احدد، انت ابدا احدد بقى انا ايه اللي مش هتغير لحد دلوقتي؟ هل لاني مش عارف انا عايز ايه؟ ولا مش عارف اعمل ايه؟ يعني انا عارف انا عايز، مش عارف اعمله ازاي؟ ولا لان انا عندي شك في امكانياتي، عارف انا عايز ايه وهعمل ايه، بس انا حاسس اني مش هقدر ازعلهم. مثلا لو اتكلمنا المشكله الاولانيه اللي جت، مش هقدر ازعل الناس، مش هقدر ابقى قاسيه، مش هقدر اتكلم في حته اني مش هقدر، وده ناتج بسبب ضعف قدرات ثقتي بنفسي. ابدا اشوف ثقتي بنفسي ليه مهزوزه؟ يعني انت تقعد كده مع نفسك كده قاعده هاديه وتفكر مع نفسك، ولا بسبب ان الاحباط اتمكن مني بقى؟ يعني انا مش عارف اقول ان انا حاولت قبل كده مع الناس دي كتير وما عنديش امل، فانا محبط.
هل السبب ان انا عارف كل الامكانيات وعارف قدراتي وعارف كل حاجه، بس ما عنديش قدره من الاستمراريه، ما عنديش ان انا اقدر ان انا استمر؟ ده سبب تاني كده. انا دلوقتي عارف ان عايزه اتغير، انا مش بتغير ليه؟ بقاوم ليه التغيير؟ ليه بقاوم؟ هل لان انا مش عارف انا عايز ايه؟ ولا عارف انا عايز ايه بس مش عارف اعمله؟ ولا عارف انا عايز ايه مش عارف اعمله بس ما عنديش ثقه في امكانياتي ان انا هقدر انفذه بسبب ضعف ثقه بالنفس؟ طب الضعف ده سببه ايه؟ هي حددتي، برافو عليها. لما قالت ضعف ثقه بالنفس او بسبب ان انا طول الوقت اتعودت على القهر منهم فبقيت اخاف على ازعلهم، خلاص؟ طيب ولا بسبب ان انا احبطت كتير قوي؟ ولا بسبب ان انا عارف كل الحاجات دي بس في نفس الوقت ما عنديش قدره على الاستمراريه؟ كل الحاجات دي لازم تبقى عارف حاجه، اذا حسيت ان انت فقدت قدراتك، ان اذا كان شيء ممكن لاي شخص في العالم فهو كمان ممكن ده. ده في علم الضمان اللي هو العصبيه، ان ادام حد قدر يعمل حاجه خلاف الضمان اللي هو العصبيه، اي حد قدر يعمل حاجه انا كمان اقدر اعملها. بس الحد ده الفرق بيني وبينه ايه؟ ان الحد ده عنده اصرار، عنده عزيمه، عنده اراده، وانا اتخليت عن ارادتي وعزيمتي. استسهلت الحي، استسهلت الحي دي الام، استسهلت العيشه بتاعتي، مش عايزه اتغير، مش عايزه اتغير. وتبقى عارف ان مفيش حاجه اسمها فشل، في حاجه اسمها هو انا فشلت، ما توفقتش، لكن ادتني تجربه كمان يا زهره. خلاص بس ان الفشل اللي انا فشلته ده ايه؟ تجربه اتقلني، نضجت اكتر. انا بتكلم اللي بقوله ده بقى دي قناعات تتحط في العقل بالظبط. بتقول لي ده تنميه بشريه عندكم، يعني فكره تمام، يعني ايه عقل واعي؟ يعني ايه عقل النواعي؟ ففكره ان العقل الباطن او العقل النواعي في عقيدتي، ايه اللي بيخلي مثلا واحد زي يونس بقى هو معتقد ان الصلاه دي اساسيه وما يقدرش يعيش من غيرها؟ ده بقى معتقد ان الصلاه دي ملهاش لازمه وبيحاربها. ايه اللي يخلي واحد معتقد فكره وبيحارب عشانها والتاني يبقى فكره ضدها وبيحارب عشانها زي ما احنا شايفين؟ يعني ده ضد تماما. مستنيين قوي انتوا النهارده، الناس الحاضره النهارده. الاصرار، لا مش الاصرار يا زهره، القناعه، القناعه اللي متعصبه في عقل العقل الباطن، محصوره في عقل الباطن ان ما ينفعش اسيب الصلاه. بابا يعتقد وعقله اللاواعي ان ملهاش لازمه وهو قوي. لازم نبقى عارفين ان انا كبني ادم ببقى عارف الصح فين والغلط فين جوايا انا في قناعتي. بس ساعات في ناس الشيطان بيتمسكوا، في ناس بتقاوم نفسهم، بتقاوم، في ناس نفسهم بتتسلق بتستسلم لوساوس الشيطان، وفي ناس بتقاوم ايا كانت بقى في الصح والغلط، الحق والباطل، الحياه كلها كده. فانا عارف الصح والغلط، عارفهم، بس رغم كده نتيجه قناعه معينه في عقل اللاواعي. عارف كيف الانسان هو موجود عند الارض، انما الانسان اللي بيعول تغييره كله على اللي حواليه، اصل هم شماعات، يعلق شماعات، ودي اسمها في علم النفس حيل قناعات زائفه، وقناعات زائفه دي او الحيل الدفاعيه تستخدمها النفس علشان خاطر ما تتقللش، ما تحسش بانا. وتعرف ان التغيير ده مش حاجه سهله ابدا ابدا، بياخد وقت انك تغير فكره او تغير مثلا لحد مليان شويه طريقه التفكير دي بتاخد وقت، بس المطلوب منك انك تصبر الاصرار اللي قالت عليه ده. ازاي بقى اتغير؟ هقول لكم ازاي تتغيروا. شويه خطوات بسيطه كده على السريع كده هنقول. هشوف بس الظاهره كتبت ايه؟ بتقول انا مشكلتي ان انا شعري ثواني يا سامح، استاذ سامح، لان انت دخلت يعني خلاص بس سامح. ممكن تقول مشكلتك وبعد كده تقول ازاي هنتغير في الاخر. اتفضل استاذ سامح. تشوف ظهر الاول بتقول مشكلتي ان مشاعري خوفي على الاخرين زياده بيفهموني غلط، وده مشكلتي السابقه اللي بنتكلم.
زهرة، أنا شايفة إن دي مش مشكلة، المشكلة عندك أنت دلوقتي. أنا شايفة بقى من وجهة نظري وخبرتي، يعني خبرتي في التعامل مع ناس كتير، لأن شغلي بتعامل مع ناس كتير، إن اللي بيعمل حساب الناس قوي أكتر حد بيتداس عليه قوي. أنت شايف الناس وحشة. إذا أنا كلمت بقى زي ما قلنا كانت عاملة بخاطر خالص. ليه بقى؟ لأن الناس ضمناه، ضمن إنه ما بيزعلش. عندي مرونة زيادة. المفروض ان انا يكون عندي مرونة وسماحة نفس والتسامح، بس لا، في مواقف المؤمن كان يستطل، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. الكلام اللي قال في بيننا معناه ايه؟ معناه اشتبه يا مسلم ان انت ما تبقاش بالمصر كده ببساطة جدا، لان المستشفى ده عيبك انت بقى، مش عيب الناس، عيب الناس. فانا دلوقتي عرفت ان فلان ده علمت عليه، يبقى يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ما ينفعش ياخد فرصة تاني. ينفع ياخد فرصه تاني ان احنا نتكلم ونتكلم، انما خلاص الثقه ما ينفعش يتحط في اولوياتي، في اولوياتي الترتيب. كمان نقطه مهمه، ان انا مشكلتك انت دلوقتي ان الناس واخدين حيز من حياتك زياده عن اللزوم، ده معناه ان انت ذاتك في مشكله، اما ضعف الثقه بنفسك او انك عندك فراغ، يعني فراغ عاطفي، مش من ناحيه العاطفه بس، يعني زواج او كده، لا، انك احتياجك للناس جامد، بتخافي من الوحده مثلا. كل الكلام ده وارد، يعني انا متوقعه كده ان انت شخصيتك كده، حد ما بيحبش يقعد لوحده، حد بيحب يصاحب، ده مش صح. الفراغ، ايوه بالظبط كده، الفراغ ده املاه بتطوير لنفسي انا، هتلاقي ان دي في وحدتها، لان لازم تثبتي نفسك بأداتي يبقى ليكي لازمه، انما طول ما انت احتياجي للناس مستمر، مش هيبدا الناس تتخلى عني اكتر، وابدا انا احساسي يزيد اكتر. طيب الموقف مثلا اللي عمله فلان ما يستدعيش كل التاثير ده، يبدا ياثر عليا ايه؟ يبدا ياثر عليا بزياده وهو ما يستاهلش ده. فانتبهي يا زهره ان الفراغ اللي عندك ابدا يطوري من نفسك، شوفي ايه اللي ناقص وطوريه. واعرفي ان بس يعني ايه الاستغناء بربنا، تغذي الفكره دي، الاستغناء بربنا بجد بيغنيك كل البصر. وفي الاخر دول اسمهم بشر، ناس زيك، ما تدوش اكتر من حجمهم. ارجو طب يا استاذ سامح اكتب مشكلة الحمد لله، كنت حاول تغذي فكرة استغنائك بالله كل شيء ده. سماح معلش، ما الدنيا سماح معلش، معاك يا سماح. يلا بس عشان نقول تكتبي، بس حضروا ورقه وقلم، ازاي هتغير، ازاي هتغير في طريقه تفكيري، في اسلوب حياتي، اي ما كان سبب التغيير. ماشي، سماح عندي كام سنه الاول؟ السبيل عندي كام سنه؟ بتقول مشكلتي اللي بحس اني كان مكتوب، بس خلصت المشكله بس. طيب انت بقت عندك مشكله، يعني انا مثلا من وجهه نظري امال ان الكتاب المفتوح، الشخص الكتاب المفتوح انا ارتاح معاه اكتر من شخص تاني، دي مش مشكله بالنسبه لي، ميزه في الشخص. أكيد قلت أنا مشكلتي كتاب مفتوح، لأنك أكيد اتنفعتي من الكتاب المفتوح ده. فبدأت تاخدي في قناعة عقلك اللاواعي إن لازم الكتاب ده يتقفل. لازم أعمل حركات الخط اللي بيعملوها اللي حواليا. ما أنا فاهمة، أنت عايزة تبقي غامضة زي اللي حواليك. بس ما بتعرفيش. أنت مش حابة. أيوة. أنا فاهمة. طيب خلاص، حددي مشكلتك، ما تبقيش كتاب مفتوح. إزاي؟ بالتدريب. ازاي بالتدريب؟ ان انا هبدا دلوقتي مثلا، انا عارفه ان انا لما بقعد مع حد ما اعرفش اخبي حاجه، ما هقدرش انزل. انا نفسي اتكلم افكر، طب انا هستفيد ايه من الكلام ده؟ هستفيد ايه لما اقول سر عني مثلا، او مثلا سي عريس جالي، ولا مثلا بنتي حاطه فيك، استفيد ايه؟ هستفيد ايه؟ مره تبدأ، انت في الاول هتبداي تحسي انك مش قادره، مش قادرة، في حاجة ناقصة، يعني مخلوقة كده، حتى لو انت ساكتة، حتى هتلاقي الناس تقول لك ايه ده، في حاجة يا سماح، في حاجة مخبيها كده، وشك هيبان عليه. لا، ابداي الأول اتحكمي، يعرفي ان اللي جواكي في ما هو جواكي ما حدش يعرفه. كانت ماما دايما تقول لي كلمة زمان، ان أول ما المشكلة، أول ما الكلمة تطلع من لسانك اتحسبت عليك خلاص، عرفت تدخليها تاني. فأنت أكيد من الشخصيات اللي بتقعد تقول كل حاجة بعد كده تندم، يا ريتني ما قلت. فانت دلوقتي ما تقوليش، ازاي ما تقوليش؟ يعني تسكتي، لو انا جيت دلوقتي امنتك على سر ما تروحي تقوليه؟
سماح اوعى تقولي لحد اللي انت بتروحي تقوليه؟ اكيد يعني لو انا جيت ما يعني لا ده سؤال بجد يعني اكيد لو انا صاحبتك مش هقول لحد خالص تقولي لي مالها هتروحي تقوليه؟ هتروحي تقوليه؟ بصراحة هتروحي تقوليه؟ ما فيش تخبي يعني. طيب انا بقول لك هو الموضوع هيجي بالتدريج. ابدأي اكتبي كده يعني، بس اهم حاجه اهم نقطه اهم حاجه يا سماح ما يتحولش عندك لمرض، ان هو مثلا ايه ان حتى مثلا انا واحده صاحبتي مثلا تقول لك انا رايحه مشوار، المشوار ده هتجيبه رايحه في ايه؟ رايحه مثلا تشتري عيش، رايحه في حاجه يعني حاجه تبقى تقول لك رايحه مشوار، ان هو تحس بالجو والمود اللي حواليها. انا شايفه ان ده يعني فراغ ولفت انتباه زياده عن اللزوم، شايفاه مش صح. انا دلوقتي المفروض اني ما اتكلمش وما اقولش اسرار، لان انا ببدا بعد كده انا كصاحبتك، لان انا عارفه سماح كده، فانا ببدا تفقدي اصدقاء من حواليك، تبقي مثلا فور فن يعني انا هفضل واضحك كده، انما حد صديقه ما بفكرش سماح خالص، دي مشكله دي مشكله. وهتبدا بعد كده لما تبداي تتجوزي انت مش هتعرفي تخبي اسرار بيتك، فهتبقى بيتك هتلاقي بيقول لك كلمه وبتفليها كويس، لو فضلت كده انا حاسس اني عايش في الشارع، انا شكل بتجيلي ان كل الناس عارفه كل حاجه عن اي حاجه. فده ما ينفعش. ازاي؟ بالتدريب. وهنبدا يا سماح نقول دلوقتي لما عاوز اتغير المفروض ازاي ما اتغيرش. لا مش للدرجه، لا للدرجه، لان ده بيبقى طابع غصب عنك، بتبقى شخصيه ما بتعرفش تعيش غامضه خالص، ما بتعرفش تعيش مخبيه حاجه، لو خبيت حاجه تحس بموت، حاجه خلقاها لازم تتكلم. فاه ده حلو مع بعض بس حتى انا يعني انا مش تجاربي مثلا شايفه ان حته الصداقه للبنات او الصداقه عامه حاجه نادره قوي، ففي ناس مترتبه في حياتي، بس برضه مش كل حاجه بتتقال لصداقتي، يمكن امي بس هي او اختي بس هم دول الاصدقاء اللي ممكن ما تحبش عليهم حاجه، لان واثقه ان هم مش هيتغيروا عليا. ازاي بقى ما اتغير؟ ازاي ابدا اتغير؟ ابدا اكتب بقى ورقه وقلم. حضرت الورقه والقلم؟ شفت اي حد عنده مشكله في التغيير؟ كل حد ورقه وقلم. تمام كده يا سماح؟ عرفت بقى معايا معايا ازاي يتغير؟ استنى حد؟ استنى حد ولا خلاص؟ طيب يلا ازاي اتغير؟ اول حاجه اول حاجه لك على طول بكررها، اعترف بغلطك، لازم تعترف بغلطك. انا كانسان كبشر طبيعه بشر، اول ما بلاقي حد يقول لي انت غلطان بروح واخد وضع الهجوم على طول، الدفاع والهجوم في نفس الوقت. لا انا غلطان، لا ابدا مره نفسك انك يتقال لك غلط اعترف بغلطك قدام نفسك، وابدا لاحظ اعرف خطأ منين، نبدأ لاحظ الموقف ده مثلا انا بتكلم كتير ما بسكتش لساني ما اعرفش، ابدا الاحظ لا كان المفروض اسكت في موقف ايه ما اسكتش، يعني انا غلطان في كده. افكر كده ايه اللي انا عايزه؟ انا حددت الكلام عايزه عايزه تتغير، انا اديكي مثل حي يعني تحس باي احداث مرموقه كل واحد يربطها على نفسه. عايزه ان هي تبقى حد غامض محدش عارف لها، هي متشوقه للشخصيه دي. طيب ما تيجي ناخد القرار بقى، قرر انت ايه اللي مأخرك لحد دلوقتي ان انت تتجوز كده؟ القرار ده القرار ده بقى ليا، بقى ليا التخطيط، انا هخطط هعمل كذا وكذا، القرار ده مش قررت واقعد، القرار ده عايز خطه عشان ابقى عارف راسي من رجلي هعمل ايه، شكلي عامل ازاي. وبعد الخطه هبدا انفذ، بعد التنفيذ هبقى مدرك قوي كل حركه بتحصل وتقييم، وابقى مراقب نفسي، مراقب نفسي يعني اللي هو ايه في الاول الكلام ده بيبقى محتاج مجهود، اللي لسه بيتعلم شغلانه جديده، اللي بيتعلم لسه يكتب على الكيبورد مثلا بيكتب ببطء جامد جدا، هو ما انت قابلت مشكله يونس مثلا كان بطيء قوي في الكتابه لانه بيكتب عربي مش عارف ما بيعرفش يكتب غير انجلش على الكيبورد. هو كل حاجه في حياتنا كده، لو اتدربت مره في اثنين وثلاثه هتبقى ممارسه، قرار والتخطيط والتركيز. بعد التنفيذ ابدا ايه اراقب نفسي واقيم كل ده بالورقه والقلم قدامي، اقيم ايه اللي عملته، ايه اللي عملته غلط، ايه اللي مشي طبعا الخطه وايه اللي خرج بره الخطه. بالممارسه ابدا امارس بقى الموضوع،
هبقى بقى ايه ناقص نفسي على طول، قبل ما اغلط اروح واقف، بس بعد ممارسه يعني زي كده. حاجه حلوه جدا بيقولوها علماء علم النفس، ودي فعلا لقيتها في مواقف كتير، ان انت تتخيل نفسك في اللي انت عايزه. يعني ان انا اشوف نفسي هناك، انا عايزه مثلا شخصيه، اذا خلينا ناخد مثلا بسيط زي بتاع كمان شخصيه، يعني بعرف اتحكم وانا قاعده، مش كلام على طول. مثلا اشوف نفسي الشخصيه دي، اتخيلها، اغذي بيها عقلي، يعني وابدا اتصرف. عارف اللي هو ايه؟ بيكذب ويصدق الكذبه. انت مش بتكذب، انت يعني زي الممثل كده اللي بيندمج في الدور. هي دي كل الفكره. ليه ليه في ممثلين احنا بنصدقهم وننسى ان هم بيمثلوا؟ هو بيقنع نفسه وبيشرب الدور. لما تلاقي الممثل بيحكي لك هو ازاي الممثل شاطر، يقول لك بشرب الدور، بقنع نفسي فيه، بحط مكان الدور في الباطن. في كتاب اسمه عقلك الباطن، ده كتاب مهم قوي وهيفيدك قوي. التحكم في العقل الباطن ده هو التحكم في الحياه تقريبا، افكار ومعتقدات وحياتك وكل حاجه. تمام كده؟ يبقى دلوقتي ايه، انا بدات امارس، وبعد كده ايه، ودايما وانت بتمارس من خيالك الخطوه اللي بعدها، استخدم، شوف انت شكلك ايه، المفروض تبقى عامل ازاي، انت بتحلم بايه. وطبعا تغذي الثقه بنفسك قبل كل ده. طبعا الثقه بالناس دي بحضراتها قوي على اليوتيوب، خشوا اتفرجوا عليها، وناس جامده جدا يعني. خلاص؟ تمام كده؟ حد عنده سؤال؟ كلام بسيط جدا جدا جدا، بس لو فكرنا فيه قد ايه مهم، قد ايه تنفيذه مهم. والكلام سهل جدا، بس مش صعب جدا. يمكن دي انا مدرستي في المحاضره، يعني لما لازم حاضر ان لازم يبقى الكلام سلس قوي وبس قوي، بحيث ان انت تقتنع بيه، يبقى شبه حياتنا كده. فان شاء الله تنفذوا الخطوات دي، خطوات سهله تجربها شخصيا. انا مجرباها وناس الحمد لله جربوا وقالوا لي ان هم فعلا اتغيروا جدا. وعلى فكره انت ممكن تتغير وتمشي روايات الكفايه، وتمشي في المشوار وتبقى حد فظيع. وبعدين ترجع تاني زي ما كنت. دي مشكله كانت عندي لسه قريب، مشكله حد تاني يعني. رغم ان هو مشي خطوات مهمه جدا في حياته. ارجع زي ما كنت. ليه بقى؟ ليه؟ لانه ساب اهم نقطه هي المواظبه والاستمراريه. وطبعا وانت ماشي حاطط في خطتك، حاطط ثواني، وانت ماشي وعمال تكمل، لازم انت عامل خطط لنفسك بقى. ما هي الخطه مش بس على التغيير الذاتي. التغيير الذاتي بيصب في التغيير المهني والتغيير الاجتماعي والتغيير الشخصي، كل حاجه، كل التغيير بص على كل الفروع، على كل جانب الالتزام بتاعك هتشتغل عليه. تمام؟ لازم في اليوم يبقى عندي يوم اجازه في النص، يوم اجازه يبقى دماغي ما فيهاش اي حاجه خالص. غير انا بس. طيب سؤالي صفية، هقول لك الخطوات تاني واقول لك على سؤالك، عشان سؤالك ممكن يستغرب بشوية كتير. الخطوات تاني، ازاي ان انا اتغير؟ اول حاجة اعترف بخطئي والاحظ خطئي، يبقى عندي المرونة ان اعترف بخطئي، او حد يقولها لي، او حد يقول لي انك لازم تتغير مثلا، او خطأ كده اتقبل ده. بس يبقاش بأوفر يعني، ما تخليش في شخصيات كده بتحب دايما تقلل منك، فانتبه يعني، تحاول تحدد تبقى انت عارفهم يعني. يبدأ خطأ، انت عايز تبقى ايه؟ وبعد ما تفكر قرر، خطط، نفذ. اتعلم من التجارب اللي قبليه، الموقف ده اتعلم من التجارب، اقرا كتير، وبعدين ابدا راقب نفسك وقيمها. بعد التخطيط والتنفيذ لازم التقييم، اهم من كل حاجه. اللي مضيع بلادنا العربيه ان احنا بنخطط وممكن كمان بننفذ، بس مفيش مراقبه على التنفيذ، مفيش تقييم للتنفيذ، فكل حاجه فاشله. رغم ان الخطه رائعه والفلوس اللي اتصرفت والامكانيات، بس مفيش على المشروع. ما تبقى نفس الشيء، انت اهم مشروع في حياتك انت. وابدا مارس مارس، ما تخافش. هتلاقي في الاول نفسك خايف، انت شخصيه جديده، انت خطوات جديده ماشي عليها. لا عادي، اول خطوتين بعد كده هتبتدي تثقف بنفسك. يعني خلي الخوف مجرد قلق من حاجه مجهوله، بس مش خوف يوقفك.
مهم قوي، ازاي الخوف ما يوقفنيش ان اسال نفسي سؤال واحد، ايه اخر حاجه ممكن اختارها؟ ايه اكتر حاجه ممكن اختارها؟ هتلاقي الاجابه لو بسيطه هتقضي معاها. مهم قوي استخدم خيالك، العقل الباطن، العقل الباطن، العقل اللاواعي. شوف نفسك في اللي انت عايزه، شوف نفسك، احلم بنفسك انت هناك، فيبدا عقلك الباطن يقتنع بالصوره فتبدا تتصرف. ده تتصرف كده يعني. سمعت مره دكتور دايت في التلفزيون يقول ايه؟ يقول لازم من اهم اسباب انك تخسي انك تبقي شايفه نفسك وانت رفيعه. الناس اللي جسمها مليان او اللي جسمها رفيع وعايزه كده، ما بتبقاش صورتها اللي هي عايزاه، ما تبقاش متخيلاه، ما بتشوفش نفسها غير بالشكل. فقال لك من اهم اسباب انك تخس انك تقنع نفسك بفكره انك رفيع. وطبعا الماضي. تمام كده؟ انا ممكن اتكلم بسرعه بس عشان الوقت. تمام كده يا ميرو؟ وصلت لك في خطوه ناقصه؟ تمام؟ نعم. صفية بتسأل سؤال بتقول ايه هي المؤشرات اللي لما اشوفها افهم ان في غيره، افهم ان بتفسخ الخطوبه من الطرف الاخر. علميا بقى ان في كده كده حاجات ستاندرد كده ما ينفعش ننزل عنها. ده علميا. اول حاجه لازم الصلاه، صلاه الصلاه بالنسبه للمسلمين، التزاء تفريطي في الصلاه، اعرفي انه هيفرط فيه، افرط في حق اللي خيره عليه ربنا، افرط في حقه وهو فرض. الصلاه عماد الدين، عماد الحياه كلها. ايوه الاستاذه بتقول اهم شعائر في ممارسه الاداره، اهم شعائر وضوح الرؤيه والنظام. بالظبط كده، برافو. لما بنتكلم اداريا انا بالنسبه لي شغلي اداره الذات. فعلا اداره الذات اهم حاجه فيها ان ابقى شايف اللي قدامي، شايف منظري قدام شكله ايه، ومتابعه للصوره دي. برافو عليك يا صفيه، جميل. فانت دلوقتي صفيه اسم سؤالك، اجابه سؤالك اول حاجه الصلاه، بقول لك جاي نادي الدين. شاب ما بيصليش ما يلزمنيش، واحد كده انا على طول اقولها حتى انت اللي فرح حق اللي خيره عليه. فانت بالنسبه لي ولا حاجه، مش هيبقى في جميل شايلها لي، ما بيخافش ربنا، ما بيتكفيش الله، لان الصلاه دي ما فيهاش كلام. تاني حاجة يا صفية، طبعا انت بتبدأي وانت في الخطوبة، نتكلم بقى عامة، أول حاجة قبل الخطوبة طبعا اختيار شريك الحياة، بتبدأي تشوفي الناس دي كتير اللي شبه يعني مثلا العيلتين شبه بعض. أهم حاجة قبل يعني أهم حاجة العيلة، العيلة دي مهمة جدا. ما ينفعش حد يقول الحمد لله أنا بلاحظ في الجيل الجديد واحد من الحكاية دي. إن إحنا زمان في جيلنا كنا بنقول لا أنا أهم حاجة أنا نفسي راجل، لا مش صح. العيلة مهمة مهمة مهمة. عيلة مهمة من ناحية ايه؟ فكرهم الاجتماعي، يعني شوف درجة ايه؟ اجتماعيا شبهنا ولا هم مثلا عايشين في حتة واحنا عايشين في مكان تاني؟ يعني البيئة بتاعت الاجتماعيات مهمة. بعد كده بتبدأي انت لما تخرجي معايا فيها بتبدأي بقى تراقبي، او مثلا تخرجي معايا او يجي في البيت تصرفاته، هل مثلا بيجيب حاجات بيفخر مثلا بالنسبة لمادياته، بخيل مثلا، بتبدأي تحسي ان هو بخيل كده، تصرفات كده، كلامه بتبدأي تركزي في كلامه، بيتكلم ازاي عن اهله، حلو ولا وحش؟ ولما بيشتكي لي هل هو معاه حق في الشكوى دي؟ تفاصيل كده معينه. يعني انا شايف الكذب، الصلاه، عدم وجود الصلاه، الكذب، الخيانه اللي مش الخيانه قصدي يا رب، البخل. بعد كده الاهم طبعا كل دول مهمين، والشكل الاجتماعي، الفكر الاجتماعي. انا مثلا شايفه ان ما ينفعش واحده جامعيه تاخد واحد معهوش شهاده. في جاب في النص كبيره قوي مش هتتصلح ولا حتى بعد 30 سنه، حتى لو ده بس عالم العلماء. دي حاجه مهمه. والعكس صحيح طبعا. لان دلوقتي التعليم الجامعي بقى ضروره غير زمان، ما حدش يقول لي زمان. الجواز دلوقتي اختلف تماما عن زمان، عن جيل زمان. خلاص كده يا صفية؟ وطبعا سؤالك ده دليل على شخصيتيه. احنا كمجتمع شرقي عامة بنحلم عن ان احنا ناخد خطوة بس الخطوبة. تقول لي بلاش جنبني يديني غير ولا لا، لان انت تعرفي او انت تعرف ان ده اهم مشروع في حياتك كلها. اذا فشل المشروع ده فانت حياتك كلها فشلت بقى. الا ان قررت انك تخسر خساره مضاعفه. انك تسيب الشخص اللي مثلا يكون بعد كده في اولاد او في حاجه، يعني هذا مشكله اكبر يعني. اذا انا وياك كنت يا ربنا يكرمك. طبعا انا بحاجاتي الشهريه دي بستناها الحقيقه من شهر لشهر. يعني بس قوي بيبقى احساسي، ثواني يعني، بيبقى احساسي لما اخلص المحاضره بيختلف عن اي محاضره ممكن نديها، معرفش ليه.
وده رأيك. يقول دلوقتي جالت مشكلة تاني، بيقول أختي أمان أمي وأختها طلب مني إن أعيش معاه، فأنا طبعا عنه وأصبر أو ما نزلت عندي سنتين ونص ترقى دراسة. يعني هتسيب تكمل دراستك ولا هتضطر تسيب دراستك؟ قلت لي ايه مش عادي مثلا. شكرا يا ستي. اه الحمد لله والله يا رب، جعل بزن حسناتنا وحسناتكم يا رب. قلت لي ايه مش عادي. جاوبني على السؤال، انت دلوقتي لو رحت لما بتكمل، انا لو مكانك استنى اكمل دراستي. يبقى استحمل الاهانه نوعا ما، وهي اهانه خلاص يعني، انا اتعود يعني تخلص دراستك. اه تخصص مش موجود في الموارد، تخلص دراستك لان دي فرصه كويسه ليك، هتقدر تروح المغرب في الوقت المادي يكون كويس، تخسر تضيعها عشان سنتين ونص، هيعدي بسرعه تستحمله، ويمكن تكون ربنا جعلك سبب لبدايه والدك، وده سبب ليك انك تتسع مكانتك، لان مشكلتك دي مش متكرره كتير، ابتلاء شديد في العالم. ربنا يثبتك ان شاء الله، والعب في دراستك عشان اي حاجه، عشان انت لما تروح هناك هيبقى الوضع مختلف، يعني لو تاخد تخصص ده بلد عربي ان شاء الله بيكون الوضع المادي كمان. لا ما تسيبش دراستك، مش صح، ده خاطر مش تبقى صح يعني. برضه استخير، او تعمل اي حاجه استخير. تقدر ايه ان شاء الله. مين بتقول اختلاف العقيده بين الاصحاب ازاي توجهها بطريقه غير مباشره اللي عملها انت؟ بصي يعني انا شايفه زي انا واياك، انا شايفه يا مين معلش اسم ميرو، ان احنا مثلا انا مثلا ما عنديش الحجه الدينيه اللي ممكن مثلا اخش على القاعات اللي يبقى فيها مواجهه مثلا بين المسيحيين والمسلمين، يبقى فيها قاعات توصير مثلا، بس دينيا فاحنا دينيا يعني علم الدين، لعلم الدين مش اقوياء بحجه قويه اللي ممكن اللي قدامك تبقى حجته اقوى مني، فممكن ياثر عليك دينيا. ده عندي انا تقريبا الكلام في الدين تقريبا مع اي حد مشترك العقل معايا، بس ممكن اتكلم بافعالي. قلت لي يعني ممكن مثلا اول ما اصلي بشكل بستغفر، لا هي هتخلص دلوقتي، بس لو عندي سؤال يعني كنت تخصص عموم، فانا ابدا اعمل بافعالي احسن، احسن من كده، احسن من ان انا اتكلم، لان احنا ما عندناش العلم الديني اللي يخلينا نبقى بحجه قويه نقنع اللي قدامنا. ممكن نتصرف بشكل او تعمل بحاجه كتير اعصابنا، فما نقدرش نصبر او نتحمل. انا من الافضل لي، انا من الافضل ان انت تتعاملي بافعالك اكتر، فتقنعيها اكتر بعقيدتك، سواء مثلا هي شيعيه او انت مثلا او مسيحيه ايا كان، ده احسن. الا لو انت دارسه بقى مثلا في معهد حاجه، دي حاجه مختلفه، انا بتكلم عامه عموم الناس. اتفضلي يا سماح لو عندك سؤال، بحيث نختم ان شاء الله. هي شيعية، لا ما تتكلميش معاها يعني، هي انا الشيعة عامة يعني ايه، مش يعني في الأحسن ما تتكلميش معاها، اختلاف العقيدة دي أزمة كبيرة. فشوفي أفعالك يعني، ممكن مثلا تسيب كتاب مثلا على مكتبك. أوكي العفو هيتفضلي إيه؟ تسيب كتير على مكتبك، كانك مثلا نسيت الشريط مثلا اسمه اللي هو يشدها مثلا الشيعه يعني. شوفي انت كده، شوفي علاقتك بيها لحد فين، انا مش قادره احددها عشان مش قادره اديكي اجابه واضحه تعملي ايه، بس انا قلت لك اجابه عامه تجنبي الدخول في الموضوع العقائدي دارسه علوم دي. لا قولي يا سماحه عادي مفيش مشكله، لو لقيتها هتطول ممكن تقولي تتوسط معايا حلقه. قولي ماشي يلا. العفو دي انا بحس اني فاشل، هي دي المشكله؟ تعبيري انت بنت ايه؟ عارفه انت عايز تقول ايه؟ اتأثري على طول. طب يعني ايه فاشل؟ ايه اللي خلاك؟
بتفهمي يعني؟ عايزه اسال سؤال بشكل ايه؟ انت كنت عايزه ايه؟ فما حصلش، قلت انا فاشله. انت فاشله عشان انت عايشه كده وخلاص، تاكلي وتشربي وتنامي وتخرجي وتهزري بس، صح؟ ما مش عارفة تخططي يعني، مفيش حاجة بتعرفيش تخططي، ولا بتخططي بتعرفيش تنفذي؟ بتخططي بس مش بيحصل، مش ما تجبريش يعني. طيب مثلا اسألي نفسك سؤال كده بسيط خالص، إجابته بسيطة. أنت كل مرة بتخططي وخطتك روعة وبتبقى عارفة أنت عايزة كل حاجة إيه، ما بتنفذيش، صح؟ كسبت ايه بقى؟ ايه النتيجة؟ ايه النتيجة اللي خدتيها لحد دلوقتي؟ دلوقتي تحسي انك فاشلة، طب يعني انا دلوقتي عشان خاطر ما احسش ان انا ايه اللي المفروض؟ خليكي بتتجاوب، بتعاقبي نفسك اوكي ايه؟ انت دلوقتي يعني انا دلوقتي عشان اتخلص الاحساس ده المفروض ان انا فاشله وبكتئب بكره نفسي وبعاقب نفسي، خلاص المفروض بقى نعمل ايه عشان ما اتخلصش الاحساس ده؟ يلا جاوب. أنجح في حاجة، بصي بقى يا سمير، أنت مشكلتك إيه؟ أنت مشكلتك إن دلوقتي أنا بخطط وأنا متحمسة أوي 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 أول يومين ثلاثة، بعد كده بقى كتير أضيع 5 يوم كده، 6 يوم بعد أسبوع بقى، فأول ما أروح أكتئب أقول إيه أديني رجعت زي الأول، أقوم مكملة على الواقعة اللي أنا وقعتها. أنا بقول مشكلتي في الحتة دي، الدايرة دي. طيب أعمل إيه؟ أكون حاطة في خطتي إن أنا لما هقع هعمل إيه؟ عشان لما أقع وألاقي نفسي مكتئبة أقوم باصة في كتابي اللي أنا كاتبة فيه خطتي فيقول لي أعمل إيه؟ فالاكتئاب ده يروح، لأن أنا وأنا مكتئبة وأبقى مجنون ما يخلينيش أفكر، يخليني أرجع خلاص. يبقى أنت كده أنت بتحطي خطتك هتقولي كده انا طبيعتي عارفه نفسي ان انا ما بقدرش استمر على حاجه، الكلام ده في الاول، بعد كده هتقدر تستمر. البني ادم الطبيعي، البني ادم بيمل قليل الاول لما تلاقي حد بيحب الروتين، واللي بيحب تلاقيه بيحب الروتين ده بيبقى صعقين يعني في الفكر يعني. فعامة البشرية عامة ما بتحبش الروتين، والدليل على كده ربنا سلك الكون، ما سبناش نهار على طول ولا ليل على طول، سبنا فصل الشتاء على طول، لا. انت هتلاقي حتى انا عشت مثلا في بلد كان تقريبا الشتاء معظم السنه، البلد دي انا بالنسبه لي كئيبه جدا، كانت كئيبه جدا، حتى اهلها نفسهم فكرهم تعبان قوي، شتاء على طول طول الوقت. والشتاء بقى مش زي مثلا اوروبا بره طول الوقت مثلا برد، بس هم الناس بتشتغل، لا دي بلد اهلها على طول يعني يا دوب الشغل 2 الظهر ونرجع ننام في البيت. طب بالنسبه لي بلد، بس دلوقتي انا هكتب وتعرفي انك حتى لو وقعتي لازم في خطط بديله، يعني الخطه دي ما نجحتش عشان ما يقاسش وما اقفش مكاني، ايه الخطه اللي بعدها؟ اطلعوا على طول، كل ده مكتوب طبعا. الكلام ده تجيله لسه في 6 سنين يعني، تمام كده صح؟ فكرة مخططي، مخططي لما هقع هعمل ايه؟ لا ما قلتش البلد بتاعي، مش هقول يعني، انا هقول لما اخطط هعمل ايه، لما هقع هعمل ايه، وايه الخطط البديله، مش بس تجيب خلاص عشان خاطر خطه ما نجحتش، اشوف اللي بعدها، اشوف اللي بعدها. ناخد فترة راحة، أو حتى لنفسي فترة راحة، يوم إجازة، مهم أوي يا جماعة يوم الإجازة ده، إحنا ما عندناش الثقافة دي، يوم الإجازة ده بيخليك ترجع تاني فريش، وتبقى مخطط لها، الإجازة دي بقى مخطط لها هعمل فيها إيه؟ بحيث أرجع تاني أبقى يعني إيه حياة جديدة، أنت كده الأسبوع،
انا الاسبوع اللي ما باخدش فيه اجازه او الاسبوع اللي ما بعملش فيه على اكمل واحد واخد فيه اجازه واخد الاجازه، انا كاني ما خدتوش، ارجع الاسبوع التاني ملانه اكتر من اللي قبله. فدي طبيعه يعني، ودي حاجات سهله قوي 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 تنفيذها، بس واحده واحده، محدش بيمشي يعني بيطلع مره واحده، الخطوات تبقى على قدك، ما تحطش في خطتك خطط كبيره عليك انت لسه ما وصلتش. تمام؟ تمام كده صح؟ ربنا معاكم ان شاء الله ويوفقكم. لازم تعرفوا ازاي اغير من ذاتي، ازاي اغير من ذاتي، لان لما اتوقف من الشيء الاخر والحمد لله مش عايز احس ان التغير ملموس مش راضي عن، لا يعني لازم تحققي عن نفسك ليه؟ التغير اللي انت عايزاه ايه؟ ما ينفعش كده على يعني على الملأ يعني على الكلام على العموم وكده، لازم التغير اللي انا عايزاه شكله ايه؟ ومش راضي عن نفسي بايه؟ وابدأي حددي ايه جوانب حياتي؟ ايه ادواري في الحياه؟ كل دور من دول، دوري انت دورك مثلا عبد ربنا، ليكي اهل، ليكي مثلا صحاب، ليكي شغل، كل دور من كده، المفروض ابقى فيه ازاي بقى؟ المفروض ايه الحاجات الاولويات اللي لازم تتعمل دلوقتي ومنه عاجل؟ الحاجات المهمه غير العاجل اللي خططت لها عشان اطور من نفسي، الحاجات اللي مش المفروض تتعمل اللي بتضيع وقت، الحاجات اللي هي غير مهمه غير عاديه. فهي اللي هو التليفون والتليفون والحاجات دي، الحاجات دي انا عن نفسي اليوم اللي يبقى فيه تليفون كتير بدون فايده ده اكتر يوم كئيب بالنسبه لي بجد. انت شوف الحاجات دي ايه المشكله؟ فين المشكله فيها؟ فهمت ده ببساطه خالص يعني. يعني حتى ان السؤال كبير يعني اجابته دور مثالي فيها الصبح. فانت حددي ادوارك، كل دور عايز فيه ايه تغيير؟ عايز اطور نفسي فيه ازاي؟ دلوقتي حالا يحصل فيه تغيير كده يعني. حلو؟ الحضرات اللي جايه لو مش هدي محاضره خلال فتره ثابته كل شهر، كل ثلاث اخير في كل شهر، يعني الثلاث الاخير من كل شهر بصوا كده على الموبايل بنعمل محاضرة اسمها عندي مشكلة، بنتكلم عن كل المشاكل بقى قابلت خلال الشهر، مشاكل يعني زي ما انت شفت كده النهارده. ممكن بقى اقدم محاضرة تانية او لا، ده مش اكيد يعني. ربنا يخليك وانا كمان هستناك، بتبسط معاكم قوي قوي. ابدأوا التغيير، ما تخلوش الشيطان يخلينا امة كسولة. انت كانسان تقدر وعندك اراده قويه جدا، مش كلام، التجارب كتير قوي هتخلي انت تجربتك. ربنا يكرمك يا ميرو، خلي انت بابا اللي بتشوف. ربنا يكرمك يا صبحي، احلى كلام بشوف. اعرف كده انك عايز تتغير، عايز تتغير لحاجه كويسه، فعشان بيحبك شد ايدك وجابك. في ناس ما حضرتش المحاضرة دي، في ناس ما حضرتهاش عشان ربنا ما بيحبهاش، لا ربنا حاسس انك محتاج تتغير وانشأ ده صدق في جواك فوفر لك انك تتغير، وكل اللي انت ادركت انك عايز تتغير انت كده مشيت 50% من المشوار، بس عايز تظبط تهندل كده. انا بشكرك جدا واستمتعت معاك قوي، وربنا يعني ما يقطعها عاده بالمصري كده. ربنا يكرمك يا يونس يا رب، ويجعلك بين حسناتك ويثبتك. انا كنت دي اول مره مشكله تتعرض عليا بالشكل ده، برافو عليك. ربنا يثبتك ويديلك ايمان وتقوى، وكل الناس اللي قالوا شاكر واللي ما قالوش انا انبسطت معاكم، يا رب تكون انا فدتكم، يكون يعني المحاضره دي تغيير حقيقي في حياتكم ان شاء الله. كان متعبه قوي معايا مقدرين ده يعني بيتي. ربنا يكرمك ان شاء الله ويجعلك في الجنه باذن الله. السلام عليكم. انا عايزه بس الاول اديكم اللينك الجروب بتاع الدارين بتاعي، انتظروا معايا بس لحظه اجيب اللينك، حد من الدعم يعرف يجيبه. ده اللينك بتاع اكاديميه الدارين المحاضرات اللي خدت بينا. الجروب ده بتاع الاكاديميه،
بنتكلم فيه، اي حد عنده اي اقتراح، اي اقتراح لاسم المحاضره يقدر يتكلم يقول، يعني بحبه يعني. ايوه المحاضرات اللي قبل كده موجوده على اليوتيوب، يعني انت ممكن تكتب امال عطيه الدارين، موجود على اليوتيوب العفو ده. السلام عليكم.